انه اللي يقول لا طبعا هاي مكلبيننا بها لا تكونوا سبابين ولا تكونوا سبابين. وقال الامام وقال يعني هذا الحديث هذا طبعا تعبنا من عنده. انا بس ارد اقول له انت تقرا القران لو ما تقرا القران؟ اللي يقول لا تكونوا سبابين في القران اكو سب لو ماكو سب؟ 37 آية لعن، لعن واحد وسب سيدنا هم سب ما شاء الله سب لانه مستنفرة. لا مثله مثل كمثل حمار. احسن ما شاء الله مثل كمثل الكلب هم يعني هذا مو سب. ارد اقول يعني هذا مو سب. ليش انتم ما تعترضوا على القران؟ بدلوا الايات، بدلوا الايات اذا انتم يعني هيك تشوفون نفسكم انه لا تكونوا سبابين وانتم اصحاب التقيه المغلوطه. بدلوا القران حتى تقولوا هذا القران بسب ما نريده. لو ادعيتنا لو زياره عاشوراء مو كلها سب ولعن؟ ليش اخواني يعني من توصل يم الشيعي خاف يعني؟ انتم فد يوم انا قلتها طبعا بالعراق وساقولها انا عن مباشر حتى الكل يسمعني. فديومك واحد من طلع من المعممين، مو المعممين خلينا نقول دول اللي يلبسون هاي العمامة الطبقية مالتهم، فديوم طلع قال اخواننا الشيعة، ماكو واحد يقول اخواننا الشيعة، بس احنا الشيعة، اخواننا السنة واخواننا السنة، اخواننا السنة واخواننا السنة، هاي بشلبين نبيه. اريد فديوم واحد يطلع يقول اخواننا الشيعة يا جماعة، ما حسن طول انتم اذا تذكرون واحد يعني قال اخواننا الشيعة. تفضل ابو علي. الكلمة تقول لا تقولوا اخواننا بل انفسنا السنة، هذه الكلمة الصحيحة. يعني شنو معناته؟ يعني نحن أهل السنة ونحن أي صحيح أي. نحن شرحناها أكثر من ألف مرة. نعم لا تقولوا إخواننا بل أنفسنا السنة بفعل الأخوة بينا.